أهم مرحلة في حياتك؟ نقطة التحول؟ أكيد وأنا في نادي حرس الحدود طبعاً، دي بداية. كان وشه حلو عليك؟ طبعاً طبعاً، أنا اتعرفت من وأنا في نادي حرس الحدود، يعني الحمد لله عملت موسم معهم كنت كويس فيه الحمد لله. جيت من الريف للقاهرة، أضواء المدينة، أول مرة وصلت كده وشفت القاهرة، شفت أضواء المدينة بجد زي ما بيقولوا، إحساسك كان عامل إزاي؟ كان عندي 19 سنة و 18 سنة، فدي كانت بداية ليا إن أنا خلاص إن أنا بقى قدامي مشوار وقدامي مستقبل لازم أركز فيه علشان أقدر أساعد عيلتي طبعاً اللي دايماً واقفين معايا. شباب وشهرة وفلوس، أثروا على حياتك إزاي وقتها؟ لا ما فيش والله، أنا دايماً ما ببصش للكلام ده، أنا يعني أنا زي ما بقولك أنا ما ببصش للكلام ده خالص.